ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ ሁለተኛው መሰረት ተስልምና ማን ነው? نعم نعم من يقول ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ لا 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 غيره غيره من يقول؟ أنت أجب ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ الصلاة خطأ قل ترجم هذا يقول الصلاة خطأ صلاتنا وقلها اللي جن ستاتنا وركن الثاني وهذا قال إقام الصلاة هي وقن إقام الصلاة ما الفرق بين الصلاة وإقام الصلاة صلاتنا صلاتن أستكاكلو ما قوميالو ليونتو من دلنا وهي وإقامة الصلاة بلو مدسة لماذا كان في القرآن والسنة إقام الصلاة للصلاة على تتكاكم زل لأنه قد يصلي ولا يقرأ الفاتحة إقامة الصلاة في القرآن لا يمنو أقول منه القرآن لا إقام الصلاة بلو يمنو ياندان بسو عندان بسو يسجد لكن مقيم الصلاة أدلم لأنه قد يصلي ولا يقرأ الفاتحة ويقول أنا صليت لكن ما قام الصلاة يسجد لكن فاتحة توضع كرام هي سو صلاة لكم الثالث من أركان الإسلام صوتنيا إسلام مسرتوش ما هو؟ ما نعمل أو تجاتهم أتو الزكاة خطأ قل الزكاة خطأ ما قال الزكاة أنا أعرف هي. أنا أسمع إيش أقول إيتاء الزكاة خطأ إذا قال الزكاة خطأ إيتاء الزكاة ترجم يا رجل زكاة أو كالا ستاتنا إيتاء الزكاة كالا تككلن يتمنى ما الفرق بين إيتاء الزكاة والزكاة ልዩነቱን ልታውቁ ይገባችኋል ዘካ ማለትና ዘካ መስጠት በአግባቡ ማለት ነው ኢታ አዘካ ላቡድ አን ቱእኸዝ አዘካ ምን አምዋል ሙሐደደ ኢታ አዘካ ማለት ቅሮት የለውም ከተወሰኑ ሀብቶች ገንዘቦች ተይዞ የሚሰጥ መሆን ፊ ዘመን ሙሐደድ በተወሰነ ጊዜ በመቅዳር ሙሐደድ يتلكاك متسد إلى طائفة معينة أصناف ثمانية يمسد سوت قطعاتهم سمنت تهوية قطرة تمام الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان أردتنا أركان رمضان مطوم والرمضان طوام مطوم الركن السادس سدستنيا ومسا عند عمستنيا الخامس عمستنيا حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا يتكبرون بيت الوغنيت لا تعالى سوى لسو وين يتعود لا تعالى أكمل على السوى